يبدو أن أزمة الممنوعات المتنامية على الحدود بين سوريا والأردن لن تحل في الوقت القريب، رغم اللقاءات الأخيرة بين البلدين لمحاولة إيجاد أي حل لإيقاف تلك التجارة التي ازدادت وتيرتها مؤخراً. فوزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة وجه انتقادات لاذعة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وكشف أسراراً مفاجئة حول تلك المسألة. فما القصة؟ في حوار مع وزير الإعلام الأردني السابق في برنامج سيناريوهات والذي يعرض على قناة الجزيرة، وجه الوزير السابق انتقادات لاذعة لرئيس النظام بشار الأسد، حيث قال إن الرئيس وعائلته وحكومته مستفيدون من تجارة الممنوعات المتنامية على الحدود بين البلدين. واعتبر المعايط أن حديث بشار الأسد عن الفساد والرشوة في بلده واعتبارهما سبباً رئيساً في تدفق الممنوعات للدول ما هو إلا محض كذب. ورأى المسؤول الأردني أن حديث الأسد في أحد اللقاءات عن أن الفساد والرشوة والفوضى باتت متفشية تماماً في سوريا وأن الحكومة غير قادرة على ضبط الموضوع هذا غير صحيح تماماً، وتابع أنه من غير المعقول أن دولة ادعت أنها انتصرت على أزمة وعلى المعارضة وعلى كل شيء لا تقدر على منع تلك التجارة، فهذا غير منطقي على حد تعبيره. واعتبر المعايطة أن تجارة الممنوعات في سوريا هي أساس اقتصاد الدولة في الفترة الحالية، وهي من تمول الحكومة والقوات السورية والرئيس وعائلته. وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك الأزمة وعدم تحركها حتى الآن، قال المسؤول الأردني إن استراتيجية واشنطن في دمشق لم تكن عسكرية في يوم من الأيام، فهم يرسمون مسارهم ويجرون خلف مصالحهم من دون التدخل في الملف السوري كما تفعل روسيا. فاليوم تتواجد الممنوعات في جنوب وشرق سوريا، حيث تنتشر قوات طهران التي تقع بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية، وهذا ما يعمل الأردن عليه مع الأمريكيين حالياً وفقاً للوزير السابق. وفي تموز يوليو الماضي أعلنت أكثر من 80 دولة واثنتي عشرة منظمة إقليمية ودولية عن تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الممنوعات وتهريبها في عدة دول في العالم بما فيها سوريا التي يتهم نظامها بتصنيع وتصدير تلك التجارة. وسبق وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة خطر أزمة الممنوعات المتصاعدة عبر الحدود السورية إلى أراضيهم، مؤكداً أن تشكيل التحالف خطوة مهمة للتصدي لتلك الأزمة ومواجهة انتشارها.